الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وصحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المغني، وهذا من أمتع كتب الفقه، وما زلنا مع الأذان وآداب الأذان. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب أن يؤذن في أول الوقت ليعلم الناس فيأخذوا أهبتهم للصلاة، لأنه أمر أيضا أن يجعل فسحة بين الأذان وبين الإقامة. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أرضاه قال: كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة. وهذا أخرجه ابن ماجه. وصراحة انفرادات الرواية عند ابن ماجه تنبئ بضعف، وإن كان الحديث حسنه الألباني. قال وفي رواية قال: كان بلال يؤذن إذا مالت الشمس لا يؤخر، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حتى يراه الناس. روى أحمد المسند. ويستحب أيضا أن يفصل بين الأذان والإقامة بقدر الوضوء وصلاة ركعتين كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يتهيئون فيها. وفي المغرب يفصل بجلسة خفيفة. وحكي عن أبي حنيفة وشافعي أنه لا يسن في المغرب، لأن المغرب وقته، طبعا تعلمون بأنه الجديد عند الشافعية أن المغرب له وقت واحد كالمالكية، وإن كنا ندين الله بأن القديم هو الصحيح وأن المغرب له وقتان. نعم، الوقت الأول هو عند غروب الشمس. أمين أمين، رضي الله عنك يا علي، جزاكم الله خيرا. الوقت الثاني هو ظاهر جدا، الوقت الثاني هو غياب الشفق الأحمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولنا ما روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي حاجته في مهل. وطبعا الاستدلال من هذا الحديث هو التعميم، العموم، عليكم السلام وكاته. الاستدلال في ذلك العموم، المغرب وغير المغرب، لأنه قال اجعل بين أذانك وإقامتك، يعني في كل صلاة، يبقى بين المغرب وبين المغرب وغيرها من الصلاة. جزاكم الله كل خير أستاذ علي. قال لبلال وقال وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اجعل بينك وبين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. وروى تمام في فوائده بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة، وهذا لا يصح. هذا الحديث أيضا في الدلم، وهو حديث لم يصح صراحة، مع أن صاحب المغني ينشغل بالحديث لطيات كثير من المسائل العلمية يأتي بالأحاديث الضعيفة، وهذا ينتقد جدا على الفقهاء. يعني الفقهاء الانتقاد العظيم فيهم أنهم يستدلون على المسائل، يعني يستدلون على المسائل الفقهية بكثير من الحديث الضعيف. الشربيني بضاعة الغزالي، بضاعة من الشافعية، بضاعة ضعيفة جدا، لولا أن الله من على الشافعية بسلسلة التخريجات من كل كتب. كل كتاب مشروح ترى له كتاب تخريج، وهذا يقوي المذهب جدا في هذا الباب، لأن الأحكام فرعها تصل. نعم، بالضبط. فهو الحاصل بيكون محتاج جدا طالب العلم أن يتأكد من صحيح الحديث عشان يبني عليه الحكم. بفضل الله التخريج هذا يساعدهم جدا. فالحديث ضعيف لم يصح، لكن عندنا يعني ما يغني، ولأن النبي بيّن أن المغرب له وقتان: وقت غروب الشمس وغيوب غيبوبة أو غيوب أو نعم غياب الشفق الأحمر. وقال إسحاق: رأيت أحمد خرج عند المغرب، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن الإقامة لأنه كان يصلي بالناس فجلس. وروى الخلال بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي، طبعا هذا فيه انقطاع، عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم وبلال في الإقامة جاء وبلال في الإقامة فقعد،
وقال أحمد يقعد الرجل مقدار ركعتين إذا أذن المغرب. وهنا عندنا أيضا أمر آخر يعني يغفلون عنه، هو حديث أنس بن مالك قال فكان إذا أذن المغرب كان الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، يعجلون بالصلاة خلف صلاة السنة، فمعناه أنه يصلي السنة قبلها، يبتدرون السواري ويصلون صلاة السنة. لما قال أحمد يقعد الرجل مقدار ركعتين إذا أذن المغرب قيل من أين؟ قال من حديث أنس وغيره، كان أصحاب النبي إذا أذن الآن شوف كان إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين. فهذا يعتبر الدليل الواضح الجلي في هذا الباب، لأن الأذان مشروع للإعلامي فيسن الانتظار. والحق أن نقول أن الأصل في ذلك أن النبي كان يراعي المصلين، ولذلك كان يدخل يريد أن يطيل فيسمع بكاء الصبي فيقصر، وكان لا يصلي، وهذه فيها دلالة على مراعاة المكلفين ومراعاة كل يكون مستعدا عند الأذان، لا يسير يكون مستعدا عند الأذان. مسألة قال ولا يستحب، أو قال ولا يستحب أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل أن يؤذن المؤذن يعني إلا طاهرا، فإن أذن جنبا أعاد، فإن أذن جنبا أعاد لابد من دليل على ذلك، لابد من دليل على أن الأذان يبطل بالجنابة، وما في دليل على ذلك، ما في دليل على ذلك. لكن قد يقال يعيد استحبابا، لكن لا دليل على أن أذانه يكون باطلا إن كان جنبا. المستحب لأنه النبي كان يذكر الله على كل أحيانه أحواله سوى الجنابة. ولا يستحب ولا يستحب يعني قال المستحب المؤذن أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والجنابة جميعا، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، وهذا الحديث فيه معاوية بن يحيى الصادفي وهو ضعيف. روى الترمذي موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح كما قال الترمذي، الموقوف أصح من المرفوع. فإن أذن محدثا جاز لأنه لا يزيد على قراءة القرآن، والطهارة غير مشروطة له، وإن أذن جمعا فعلى روايتين، إحداهما لا يعتد به وهو قول إسحاق وهذا ضعيف. كان النبي لا يحجزه عن ذكر الله جل وعلا شيء، وكان يحجزه عن القراءة شيء سوى الجنابة، يقصد به قراءة الإيش؟ القرآن. والأخرى يعتد به قال أبو الحسن الحميدي والمنصوص عن أحمد وهو قول أكثر أهل العلم، لأنه أحد الحدثين فلم يمنع صحته، وهذا صحيح. الصحيح حتى ولو روى ولو أذن جنبا صح أذن، ولو أذن جنبا صح أذن. وواجه الأولى ما روى عن وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر، وأيضا حديث لم يصح، حديث فيه إرسال وهو ضعيف. ومن ناحية النظر هو ذكر مشروع للصلاة فأشبه القرآن والخطبة، يعني لا يشترط فيه الطهارة، لكن القرآن يشترط فيه الطهارة من الجنابة. فصل ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر. شوفونا الآن قيد قيود ثلاثة، قيود ثلاثة تخرج غيرها، يعني هذه القيود فائدتها أنها تخرج غيرها، في قولي ولا يصح الأذان إلا من مسلم، يبقى مفهوم المخالفة يعني لا يصح الأذان إلا من مسلم، يعني ذلك لو كان كافرا لا يصح منه الأذان. ليش؟ لأن الأذان عبادة، والعبادة لا تقبل من لا تصح من الكافر. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فقيد الإيمان، وتقييد الإيمان أخرج بذلك الكافر. ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل، مسلم عاقل، إذا المجنون أيضا لا يصح أذانه لأنه غير مكلف، رفع القائم عن ثلاث. قال ذكر، وهذه أيضا قيد يخرج المرأة لأنها ليست أهلا للأذان، والأذان إعلام، إعلام لم يشمل الناس إلى تأهب الناس إلى الصلاة، وهذا ليس من النساء. وأما أذان الصبي فوجهين على روايتين، أما الصبي فعلى روايتين، والصحيح الراجح أنه إذا صحت صلاته صح أذانه. الحق أنه إذا صحت صلاته صح أذانه. نعم. فالأذان يصح من الصبي، ولأن عمرو بن سلمة صلى بالناس وكان أحفظ قرآنا، حتى أن المرأة قالت غطوا عنا إست صاحبكم فاشتروا له ثوبا جديدا، قال ما فرحت شيئا بعد الإسلام إلا بهذا الثوب، وكان صغيرا. فإن صحت إمامته هذا عند الشافعي، إذا صحت إمامته صحت صح أذانه، صح أذانه النبي. وأما الفاسق فعلى وجهين، إحداهما يشترط ذلك ولا يعتد بأذان الصبي ولا الفاسق، لأنه مشروع للإمام
للإعلام ولا يحصل الإعلام بقولهما لأنه ممن لا يقبل خبره ولا روايته. عجيب. ولأنه قد روي ليؤذن لكم خياركم وهذا حديث أيضا ضعيف. دائما انفرادات ابن ماجه لا أصل فيها الضعف. هذا أصل أصيل أصل عند المحدثين، من فرض به ابن ماجه يكون ضعيفا. وابن ماجه ليش وضع مع كتب الستة؟ لما وضع نور الدارمي سنة الدارمي أو الموطأ مالك؟ لأن ابن ماجه انفرد عن الكتب الخمسة بكثير من الأحاديث، لكن كثرة الانفرادات أيضا كان فيها إيش؟ كان فيها ضعف. والثانية يعتد بأذانه، وقول عطاء الشعب بن أبي ليلى والشافعي، والصحيح الراجح أنه يعتد بقوله، يعتد بأذانه، ولأنه محض إعلام فيعتد بأذان الصبي ويعتد بأذان الفاسق. أما الصبي كما قلنا من باب أولى. وراى ابن المنذر بإسناد عن عبد الله بن أبي بكر عن أنس قال: كان عمومتي يأمرونني، كان صغيرا أنس، يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام ولم أحتلم، أو صغير ولم أحتلم، واعتد الصحابة بأذانه. وأنس بن مالك نعم كان قبل أن يحتلم يؤذن واعتد بأذانه، وهذا ما يظهر ولا يخفى ولم ينكر، يعني ولم ينكر فيكون إجماعا، ولأنه ذكر تصح صلاته فاعتد بأذانه كما قلنا من باب أولى، صحت الصلاة فيصح إيش الأذان كالعد البالغ، ولا خلاف في الاعتداد بأذانه من هو مستور الحال، إنما الخلاف في من ظاهر الفسق، ويستحب أن يكون مؤذن عدلا أمينا بالغا، وإن كان فاسقا فأذانه يصح ما دام قد ضبط الشروط، ولأنه مؤتمن يرجع عليه في الصلاة وفي الصيام، فلا يمكن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك، ولأنه يؤذن على موضع عالي فلا يمكن النظر إلى العورات، وفي الأذان الملحن وجهان لا فيها التطريب. لكن ابن عمر طبعا الغاية كما سيأتي، أحدهما يصح لأن المقصود يحصل منه كغير الملحن، وهذا فيه نظر، الآخر لا يصح لمراد رقدين بسناد عبد العباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذن يطرب، فقال رسول الله: إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك فسهلا سمحا وإلا فلا تؤذن، يعني نهى عن التطريب. والحق الحديث أصلا لم يصح، لكن عندنا حديث ابن عمر عندما بعث إليه الرجل قال: إني أحبك في الله، فبعث إليه بنفس الكتاب: وإني أبغضك في الله. قال: علامة؟ قال تقول بالقدر وتلحن في الأذان، أو قال تلحن في الأذان وتأخذ على أذانك أجرا، قال ابن عمر رضي الله عنه، لكن الاتفاق أنه قال وتلحن في الأذان، فاللحن في الأذان يجعله لا يصح. فصل أخير لأنه سيدفع شروط الصلاة بفضل الله تعالى، فضل الله تعالى، الله بيقطع لنا مسافات، فصل: ويستحب أن يكون المؤذن بصيرا، لأن الأعمى لا يعرف، لا يعرف الوقت، فربما غلط، فإن أذن الأعمى صح أذانه. ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي وهو أعمى، لكن ابن أم مكتوم ما كان يؤذن حتى يقال له أصبحت. رواه البخاري. ويستحب أن يكون معه بصير يعرف الوقت، أو يؤذن بعد مؤذن بصير، يعني يسمع البصير فيؤذن هو، كما كان ابن أم مكتوم يؤذن بعد أذان بلال. ويستحب أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها، وإذا لم يكن عالما فربما غلط وأخطأ، ومسائل الصيام متعلقة على الأذان، وكثير من الناس تقع في هذا الباب. فإن أذن الجاهل صح أذانه، فإنه إذا صح أذان الأعمى فالجاهل أولى. ويستحب أن يكون صيطا، يعني صوته جهوري، ويكون أيضا له صوت عذب يلامس القلوب. واختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة للأذان الكون صيطا، فحدث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. ويستحب أن يكون حسن الصوت، ولذلك نحن نقول حسن الصوت في الأذان يقرب الناس من الصلاة، وحسن القراءة والتلاوة في الصلاة يقرب الناس تمسكا بالجماعات. يبقى لنا صحيح البخاري، وسنستأذنكم بعدها لأن الوقت، أنا عندي سفر صباحا فجرا أيضا، وسفر طويل جدا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذا فقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.